قضية ونعود مشاهدينا لنستكمل حواراتنا، والحوار هذه المرة حول الرياضة ومباراة كرة القدم التي كانت بالأمس بين المنتخب المصري ومنتخب غانا، واللي على أساسها رغم خسارة غانا من المنتخب المصري 2-1 إلا أنها استطاعت أن تحجز مقعد ليها في كأس العالم القادم اللي هيتقام أو اللي هيتلعب في البرازيل عام 2014. طبعا رغم الفوز ورغم الروح العالية اللي شفنا عليها منتخب مصر امبارح، إلا أن النتيجة اللي كانت في مباراة الذهاب والهزيمة بنتيجة 6-1 كانت ليها طبعا الدور أو الأثر الكبير في صعود منتخب غانا لكأس العالم، لتنتهي مجموع المباراتين ب7-3 لصالح المنتخب الغاني. ده الجانب الرياضي. الجانب الامني طبعا كانت العين على المباراه والخوف انها تمر على خير في ظل احداث محمد محمود واحياء ذكراها وجود توتر في ميدان التحرير، الا انه الامر امنيا عدى بسلام، رغم انه التوقع كان انه بالامس يكون يوم فيه توترات امنيه خصوصا في محيط المباراه، لكننا مع الاسف رغم مرور اليوم امنيا بسلام الا انه طبعا الجانب الامني فيما يتعلق باسفنا طبعا ان يكون في هذا الحادث الاليم واستهداف جديد لجنودنا، استهداف لحفلتين في الشيخ زويد، هذا النبأ العاجل الذي نعيد ونذكر به، كان ضحيته استشهاد 10 جنود وإصابة 35. طبعا ده فيما يتعلق بالإشارة إلى الجانب الأمني. على أي حال مباراة أمس والروح وحضورها وشكل التشجيع ده هيكون محور للنقاش مع الأستاذ إبراهيم نصار الإعلامي والناقد الرياضي. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم. صباح الخير أستاذ إيمان. صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني في البداية زي ما قالت إيمان، موضوع الأمن كان امبارح كان كويس، يعني قبل ما اخش في تفاصيل المباراه اولا يعني احنا لاحظنا ان الناس حتى اللي في المظاهرات كانوا اتفرجوا على الماتش ورجعوا، وحصل بعد كده يعني حصل بعد كده المناوشات اللي حصلت. اولا شايف الوضع بتاع المباراه، بعزي من خلال قناه النيل الاخبار اسر ال10 جنود والمصابين ان شاء الله ربنا يشفيهم، وده نتيجه نتيجه الارهاب، نتيجه الناس اللي ما بتحترمش ابناء بلدها وابناء شعبها، تدمير وضرب وارهاب وقتل ناس، لكن ربنا يرحمهم ان شاء الله. ربنا يرحمهم. الحته اللي حضرتك بتقول عليها بالنسبه امبارح كان يوم الرياضه والسياسه، الرياضه لها جزء كبير، بدليل ان كل المتظاهرين امبارح تعملت لهم شاشات وتابعوا كره القدم، والامور كانت ماشيه هاديه، يعني يعتبر يوم فاشل اللي الناس رأت فيه اللي عايزين يعملوا تدمير. ليه فاشل؟ ليه؟ ميدان التحرير، ميدان التحرير فين؟ ميادين مصر 27 محافظه فين؟ في حاجه حصلت؟ الشعب بقى واعي، الشعب بقى يقف بالمرصاد النهارده، انما النهارده ذكرى شهداء محمود على عينه وعلى الراس، على عيني، بس ما اخش بقى اضرب ده واخش وانا فئه معينه لها مصلحه تخش تتوارى وتعمل احداث، لكن الحمد لله اليوم عدى بسلام. من الناحيه الفنيه بقى الماتش حضرتك شفته ازاي؟ بالنسبه للناحيه الفنيه طبعا هو الماتش انتهى من استاد بابا يارو في كوماسي لما تهزمنا 6-1، ان 6-1 نتيجه ثقيله على اي فريق نقدر يعوضها، ما كانش يوم مصر هناك، فطبعا اللعيبه المصريين هنا جهزوا مهما جهزوا، هي القماشه بتاع برادلي هم اللعيبه اللي احنا شفناهم هناك وهنا، يعني حتى كان يرجع الحضري ما رجعش الحضري، ما فيش مش مشكله، شريف اكرامي كان لاعب ماتش كويس امبارح، لكن التغييرات ان احنا ادينا اداء جيد امبارح، اثبتنا للعالم ان احنا كان يوم غانا كان يوم اسود في تاريخ الكره المصريه، ما كانش يوم المصريين، لكن احنا امبارح اثبتنا ان احنا قدرنا نغلب اللي غلبنا وراح كاس العالم وردنا كرامه المصريين، لكن الكره جوان احنا ضيعنا. الناس كانت بتسال ليه اللعب المنتخب بالروح دي ما كانش في المباراه الاولانيه؟ ليه حتى اداء شريف اكرامي ما كانش نفس الاداء في غانا؟ اولا اللعب كده، اولا احنا لما خدنا بطوله المجموعه بتاعتنا وطلعنا الاوائل وخدنا 18 نقطه لعبنا فرق نص نص، مش فرق قوية، أول اصطدام لنا مع فريق قوي هو كان فريق غانا، يعني احنا لعبنا 6 ماتشات خدنا في كل ماتش 3 نقط 18 نقطة، وصلنا إن احنا نلعب غانا بمجموعة ثانية المواجهة، ففريق غانا فريق قوي، احنا كمان المفروض إن في الماتش اللي هناك كانت تبقى أعصابنا هادية، لعيبة مخضرمة، لعيبة أغلبهم 70% من النادي الأهلي واخدين بطولات وخبرة، ما ينفعش أول يخش فينا جولين في أول 5 دقايق. فدي كسر الروح المعنويه، ما كانش يوم المنتخب، لكن هم لعبوا هنا لانهم عارفين
النتيجة ممكن تبقى صعب جدا، صعب يجيب خمسة، صعب. فأدى أداء بهدوء أعصاب، جاب الخمسة الله يحييه، ما جابش محدش هيلومه، بس طلع بأداء جيد ورد كرامته. وحتى الفيفا النهاردة منزلها على الصفحة بتاعتها ان المصريين الفراعنة أدوا أداء جيد ومستوى يعني حسنت شوية. شوف ان ده ممكن يحسن صورتنا لانه يعني 6-1 دي ممكن تضيع اي فريق حتى سمعته عالمية. ايوه بس انت بتلعبي بقى هنا قدام 30,000 وفي وسط بلدك وجمهورك، وعارف ان الامل يعني اعصاب هاديه، وحتى ضيعنا فرص في الشوط الاولاني وفرص برضو احنا نزلنا بنضيع، واللي بيضيعنا ان احنا بنضيع. المفروض بقى يعني المهاجم الكويس او اللعيب الكويس يعرف ان الفرصه ما بتجيش كتير، الفرصه اللي تجيله يبقى هادي ويسجل. لان احنا لو سجلنا جونين كمان في الشوط الاولاني كانت هتبقى غلبه، لكن هو ده اداء الفريق، هم ادوا ماتش كويس. استاذ جريمه حضرتك امتى المنتخب المصري يوصل كاس العالم؟ يعني احنا بنفضل نحلم بكاس العالم ده وكل سنه تتحطم، او كل يعني بيجي احنا سنه 90 ما وصلناش، بنتحطم امال الشعب المصري في المباراه النهائيه، او دايما في المباراه النهائيه بنخرج. انت عايز الصراحه؟ يعني عايز الصراحه؟ يعني لما حضرتك زي ما قلت يومنا ما كانش يوم المصريين في غانا، امتى هيبقى يوم المصريين يجي ونقدر نوصل لكاس العالم؟ انت عايز الصراحه؟ ما انا قلت لك ان حتى الفرقه اللي احنا فزنا عليها نص نص، يعني احنا ما كانش في اداء اصلا من اول البطوله قوي، اول امتحان كان في غانا. امتى؟ لما يبقى في شفافيه في اتحاد كوره، اتحاد كوره يجيبوا انديه عددها حوالي 200 وحاجه، بس مش كل الانديه اللي لها صوت. طب انت في انديه عندها كشك في القريه يبقى له صوت، ماشي؟ هل انت الصوت بتاع القريه ده زي النادي الاهلي، زي الزمالك، زي الاسماعيلي؟ لكن هم بيلموا، يبقى الجمعيه العموميه تبقى جمعيه قويه عشان تحط القواعد واللوائح صح، مش لصالح حد، عشان نجيب مدير فنيين على مستوى الشباب والناشئين نهتم بيهم. المنتخب الكومبو، منتخب الشباب، منتخب 21 سنه اذا كان فيه المنتخب كده، لازم القاعده تتبني صح. أي بس حضرتك احنا واخدين 6 بطولات كاس افريقيا او بطوله امم افريقيا. خدنا 7 بطوله امم افريقيا. طب ازاي بنوصل بطوله امم افريقيا 7 مرات ومش عارفين نوصل كاس العالم غير مرتين؟ طب ما انت طالع بره في الاثنين الاخرانيين. الاخر ما دخلتهمش، ما احنا ظروف البلد يعني. ما انا قلت لحضرتك لان احنا عشان ظروف البلد. تفتكر حضرتك لو النشاط الكروي عاد بالكامل والدوري عاد، لان ده واحد لازم اولا يكون في الاسباب، اللي ما فيش دوري بعد هزيمتنا قدام ما عندناش دوري منتظم. حتى الدوري اللي عملناه السنه دي في اخر ماتشين او 3 ماتشات عشان نطلع الاول، ما قدرناش نطلع الاول ولا الثاني. ما فيش دوري منتظم، اللعيبه لعبت في ظروف صعبه، الخبرات الفنيه مش كفايه، المعسكرات قليله، بنعمل ماتشات تجريبيه كل يعني احنا بنلعب مثلا لعب غانا، روحنا لعبنا 5-6 ماتشات مع فرق عشان نجهز فرق. لو قلت لك نادي الترام في اسكندريه ولا نادي مغاغة ممكن اقوى من الفرق دي، يعني حتى بيضحكوا عليها بالماتشات التجريبيه. الراعي بتاع المنتخب بيخايف يجيب ماتشات قويه على تصرف فلوس عشان يجيب فرق قويه، مش قادر. فاحنا بنحتك بفرق ضعيفه، الاحتكاك مهم جدا. التجانس، مفيش تجانس، كل ماتش ودي بتشكيله، كل ماتش بتشكيله، حتى اخر ماتش يلعب بقى وخلاص. يبقى اذا انت ما عملتش تجانس فريق يلعب 5-6 ماتشات مع بعض، دي مسؤوليه بوب برادلي، مسؤوليه بوب برادلي والجهاز الفني، ومسؤوليه الاتحاد الكوره لازم يجهز له كل حاجه، كل حاجه يجهزها له من ماتشات، من الراعي ده هو اللي بيخطط للايه؟ لفريق الكوره. اتحاد الكوره بيديها الراعي يصرف على الفريق وياخد اعلانات وياخد دعايه ويصرف ويصرف ويجيب وياخد نسبته او نسبته، فهو بيروح يجيب فرق سكه. الفرق السكه دي او اللي هي نص ونص، لما تيجي تلعب المنتخب، المنتخب يفوز 2-3-0 ماتشات وديه، يجي وقت الماتش الحقيقي مفيش. مفيش. يبقى اذا الاهتمام من الناحيه الاداريه بالراعي، بالماتشات قويه جدا، بالشباب، بالناشئين، باجهزه فنيه مهمه جدا. طب حضرتك عوده الدوري، يعني احنا طبعا الدوري المفروض يرجع قريب اخر الشهر على اخر الشهر ان شاء الله 30 نوفمبر المفروض اعتقد. هل من ممكن لو عاد الدوري، هل من الممكن فعلا الدوري يكمل بقى السنه دي، ولا احنا بص حضرتك الدوري مش هيكمل برضه؟ اولا احنا بنهني النادي الاهلي انه خد بطوله الانديه الافريقيه كالعاده، ده كالعاده الحمد لله خدنا انتصار، خدنا انتصار وهيلعب في المغرب ان شاء الله اول ماتش يوم 14 ديسمبر، هيلعب مع بطل اسيا وان شاء الله يوفق ومنظم النادي الاهلي، منظم في الحته دي. لكن النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه دي لازم يبقى في دوري قوي، عشان الدوري هو اللي بيخلق اللعيبه، بيخلق الاحتكاك، بيخلق الكلام ده كله. لكن الدوري برضك مش هو الاساس. طب ما النادي الاهلي مش في الدوري وخد بطولات الحته دي، بس هي مهمه جدا، بس بنفس مش شرط اساسا ان ياخد بطولات. النادي الاهلي خد بطولات، خد في الترجي،
كاس افريقيا وراح كاس العالم في اليابان وخد السنه دي بطوله انديه افريقيا ورايح كاس العالم في المغرب. حضرتك في ناس بتقول ان ممكن يكون يعني فشلنا في الوصول لكاس العالم بيكون نتيجه عدم وجود لعيبه محترفين بشكل كتير او بشكل كبير في الدوري الاوروبي والدوريات اللي بره، على اساس ان احنا في بطوله افريقيا مثلا او بطولات افريقيا والانديه بنلعب مع لعيبه محليه مش اللعيبه العالميه. تمام. هل فعلا هو ده السبب؟ استاذ محمد ده السبب 100%. بص الفريق غانا 13 واحد محترفين في انديه درجه اولى ممتاز او درجه اولى بس في اوروبا وفي الانديه العالميه. كلهم مش هذكر اول ده فين كلهم. احنا النهارده كل واحد يجي يشترك يسافر بره يحترف النادي يقول له انا عايز 5 مليون 3 مليون 4 مليون لما يطفشوا لا يطول هنا ولا يطول هنا. فالمحترفين بيطلعوا 2 3 4 وما بينجحوش لانهم ما تعودوش على الالتزام. الالتزام مهم جدا في الرياضه. ما تعودوش ان ما يعترضش على الحكم، ما يعترضوش ان يعملوا مشاكل مع بعض الجماهير. والجماهير كانت في الجونه، كانت في ماتش الاهلي اللي اتلعب هنا وخد البطوله منه لما فاز على جنوب افريقيا نادي جنوب افريقيا اورلاند. وامبارح الجمهور نجح، فاعتقد التزام الجمهور في الماتشين دول هيساعد المسؤولين في الامن ان شاء الله، الامن اللي قادر يامن ان شاء الله. اشكرك استاذ ابراهيم نصر الاعلامي والناقد الرياضي. انا اللي اشكركم جدا والتوفيق لمصر كمان مره بنعزي الشهداء النهارده. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في متابعتكم وعلى متابعتكم لبرنامجنا هذا الصباح، وان شاء الله بكره فريق عمل جديد ياتيكم بمزيد من النقاشات والحوارات والاخبار. وبالتاكيد متابعتنا الاخباريه متواصله على شاشه النيل للواقعه المؤسفه اللي حصلت صباح اليوم، استشهاد 10 جنود من جنودنا في هجوم ارهابي جديد طال حافلتين في طريق للشيخ سويد. أشكركم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.